للحديث إذن أكثر عن قرار السوداني بأن تشمل نفقات ميليشيات الحشد ضمن النفقات السرية وعن هذا الهدف وتداعياته، معنا عبر سكايب من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد. مرحبا بكم أستاذ فرات. إذن السوداني يعني يشمل ميليشيات الحشد بهذه النفقات المالية السرية، كيف تقرأ هذا القرار في ظل إخفاق الحكومة في خفض عجز الموازنة بحسب اللجنة المالية النيابية؟ يعني إضافة لعجز الموازنة بالوقت الذي تسمي حكومة محمد الشياع السوداني نفسها بحكومة خدمات، نجد أنها تنفق الموازنة على أبواب لا يمكن أن يتحصل منها خدمة فعلية للمواطن العراقي أو النهوض بواقع الخدمات السيئة الذي يعاني منه العراق. فحكومة الخدمات معناها هناك رفع في موازنة وزارة الصحة، التعليم، الطرق والجسور، الإعمار والبناء والمساكن التي يحتاجها المواطن العراقي، هذه هي حكومة الخدمات. أما أن يتم رفع موازنات لأطراف أساسا هي مشكوك في موضوع موازناتها المالية والتخصيصات التي تحصل عليها مثل هيئة الحشد الشعبي الغير خاضع للرقابة المالية، هذا يعتبر باب من أبواب الفساد الذي لا يقل عن سرقة القرن أو غيرها. يعني في تقرير للجنة النيابية المالية قال بأن نسبة الزيادة في التخصيصات المالية مثلا لوزارة الداخلية كانت بنسبة 3% ولوزارة الدفاع 6%، بينما للحشد الشعبي 95%. يعني ازداد عدد عناصر الحشد الشعبي من 122 ألف إلى حوالي 238 ألف. طيب هذه الزيادة لما نجي نقارنها مع الكلام الحكومي عن الاستقرار الأمني نجد هناك تناقض. أين الاستقرار الأمني من زيادة نسبة الحشد والنفقات؟ الاستقرار الأمني معناها خلاص أصبح هناك وجوب لإعادة النظر في أسباب تشكيل الحشد الشعبي الذي تشكل بسبب ظروف سيطرة داعش على مدن عراقية، وكان هناك يعني محاولات لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي. حينما تتكلم الحكومة عن انتهاء التهديدات الأمنية واتجاه العراق نحو الاستقرار الأمني والانفتاح على الدول العربية في المنطقة والعلاقات الخارجية، خصوصا الدعم الذي يتلقاه من قبل الجامعة العربية والمجتمع الدولي ككل، يجب أن يكون هناك إشارات واضحة تدعم ادعاءات الحكومة بالاستقرار الأمني، ومن أهم تلك الإشارات هي الخفض العسكري، خفض الإنفاق العسكري. أيضا يعني المعلوم أن ميليشيات الحشد في بعض المناطق بالعراق يعني باتت تقريبا تسيطر، خصوصا أعني في الجوانب الاقتصادية والتجارية، تتخذ لها من هذه المناطق يعني مكاسب اقتصادية وتجارية ومكاتب. إذا ما حاجة ميليشيات الحشد لبنود سرية في هذه الموازنة؟ بالتأكيد الحشد لا يمكن أن يقوم من تلقاء نفسه أو لوحده يعني ذاتيا بإبرام صفقات مثلا لشراء أسلحة أو عقود عسكرية تخص عمل الحشد لكونه جزء من المؤسسة العسكرية كما يدعون. أضف لذلك أن كل تسليح الحشد الشعبي هو على نفقة الحكومة العراقية ورواتبهم كذلك. إذا ما هي النفقات السرية التي يحتاجها الحشد الشعبي؟ هذا طبعا باب من أبواب السرقة للمال العراقي. الآلاف من الأسماء التي صرح في حينها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن عدم صحة هذه الأسماء ووجود أسماء فضائية أي وهمية كثيرة بين صفوف الحشد الشعبي، وأن العدد لا يصل إلى ثلث أو يعني كأقصى حد نصف ما موجود حاليا، فما الداعي من زيادة العدد بنسبة 95% إذا كان العدد الأصلي أساسا غير موثق ولا يمكن تدقيقه وفق البيانات. بعض المحللين يقولون انه اذا استمرت هذه السياسه في ترسيخ دعم هذه الميليشيات في العراق ستكون طبق الاصل من الحرس الثوري الايراني الذي يسيطر تقريبا على ايران اقتصاديا وتجاريا ونفطيا. ماذا تقول؟ يعني هو بالاساس الحشد جزء من الحرس الثوري الايراني، بدليل ان تاسيسه كان برعايه قاسم سليماني، وبعد قاسم سليماني لم تنقطع زيارات قاآني الى قاده الحشد والتوجيهات، اضافه الى
تصريحات قادة الحشد نفسهم الذين يعلنون دائما يعني وبكل صراحة تبعيتهم للولي الفقيه في إيران، ويقولون نحن نعمل وفق توجيهات وأوامر الولي الفقيه. إذا هناك توأمة بين الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني، وقد لا يصح أن نقول بأن الحشد الشعبي يوازي الحرس الثوري، بل هو جزء منه، أي يعني مؤسسة من مؤسسات الحرس الثوري التي تنتشر في دول عديدة منها العراق. نعم، إذا من السويد من هلسنبورغ الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد، شكرا جزيلا لكم.